أيام قليلة تفصلنا عن مواجهة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دور أبطال إفريقيا، والتي تقام في 19 يونيو الجاري على الملعب الأولمبي برادس. لاعبو الأهلي تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يسعون إلى حسم لقاء الذهاب بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب والتي تقام في القاهرة يوم 26 يونيو الجاري، وضمان التأهل لنهائي البطولة الإفريقية للعام الثاني على التوالي. الأهلي يتفوق على الترجي التونسي في تاريخ المواجهات التي جمعتهما، حيث التقيا في 20 مباراة، فاز الأهلي في 8 مباريات وفاز الترجي في 4 مباريات وحسم التعادل 8 مباريات بينهما. وكورة من وليد سليمان والهدف الثاني، الهدف الثاني وليد سليمان. أبناء القلعة الحمراء يواصلون استعدادهم بقوة لاستكمال منافسات الفترة القادمة محليا وإفريقيا، والحفاظ على ألقابه التي حصدها الموسم الماضي بالتتويج بالدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا. 4 بطولات حصدها موسيماني مع الأهلي، آخرها السوبر الإفريقي، وتضع الجماهير الأهلاوية ثقتها فيه وفي اللاعبين لمواصلة الانتصارات وحصد النجمة العاشرة الإفريقية.